يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المنافق إذا دعا له ولده الصالح هل ينفعه ذلك؟ إذا كان نفاقه ليس مخرجا من الملة، إذا كان نفاقه ليس مخرجا من الملة وإنما هو نفاق عملي ينفعه ذلك، ما إذا كان نفاقه مخرجا من الملة فلا يجوز أن يستغفر على الله جل وعلا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، تقوم على قبره استغفار له بعد الدفن، ولا تقوم على قبره. المنافق النفاق الخالص هذا لا يستغفر، لكن نحن ما لنا إلا الظاهر، نحن ليس لنا إلا الظاهر، فنحكم على الظواهر فقط، أما القلوب فلا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى.